تحت وصاية أمريكية خاصة اعتقلت فتيحة حساني الملقبة بأم آدم المجاطي المغربية في مخيم قوات سوريا الديمقراطية رفقة عشرات من النساء والأطفال الأكثر حظوة في تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. وبحسب ما صرح به أحد الخبراء والمحللين لشأن التنظيمات الإرهابية قال إنه قبل قتل زعيم داعش على يد القوات الأمريكية كانت أم آدم وهي أرملة عضو تنظيم القاعدة كريم المجاطي الذي قتل على أيدي الأمن السعودي عام 2005 كانت رئيسة المضيفة أو دور المضافة التي كلفها داعش بإدارتها وهو البيت الرئيسي الذي يأوي النساء العازبات والأرامل والمطلقات من نساء داعش في رقة بسوريا. وأوضح هذا الخبير أن فتيحة المجاطي كانت تقسو على النسوة في دور المضافة حيث كان لها سلطة وكلمة عليهن، إلا أن داعش جردتها من هذه السلطة ليتم الانقلاب عليها في المضافة لتصبح هي الأخرى تعاني سوء المعاملة ومشاكل لا تنتهي، إذ أصبحت تحت سلطة النسوة اللاتين كانت تعذبهن لأنها كانت معروفة بقسوتها معهن. وبعد سقوط داعش في الرقة أضاف الخبير تم تحويل أم آدم إلى مخيم الهول حيث كانت في حالة مزرية تعاني أمراضا مختلفة وتتعرض بشكل يومي إلى تهديدات بالقتل من طرف نسوة مارست عليهن العنف في دور المضافة. وعلى إثر ذلك يضيف المتحدث نقلت إلى أحد المخيمات حيث فقط أشخاص من نخبة داعش تحت إشراف مباشر من السلطات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الصحفي الفرنسي ديفيد تومسون خصص جزءا كبيرا في كتابه أصدره أخيرا بعنوان لغوفنو أو العائدون لفتيحة المجاطي أم آدم أحد الأسماء الأكثر شعبية بين الجهاديين المغاربة في داعش بسوريا. ووصف ديفيد تومسون المجاطي بأنها امرأة جد مخيفة مثقفة ومفرنسة بشكل جيد، وأنها اعتادت في المضيفة أن تقول للفتيات أنتن لا شيء، جوجي جاهد في أفغانستان ونحن كلنا ظلال أزواجنا. وفي كتاب لغوفنون الذي تحدث فيه الكاتب عن الجهاديين والجهاديات الذين هربوا من مناطق التوتر وعادوا إلى بلدانهم، استمع ديفيد تومسون إلى لينا وهي فتاة من أصل جزائري كانت تعيش في منطقة شعبية في فرنسا. تعرفت على فتيحة المجاطي أم آدم عندما قررت الالتحاق بشاب فرنسي في سوريا كانت قد تعرفت عليه عن طريق الانترنت، وحكت لينا كيف أنها كانت أكثر ضحايا فتيحة المجاطي في المضيفة وصفة إياها بأنها مستبدة ومتغطرسة وذكية إلى أقصى حد.